نبقى مع الملف الاقتصادي. دعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة المواطنين إلى التعاون معها لضمان استمرار تقديم خدماتها من خلال تسديد ما عليهم من التزامات مالية متأخرة للمؤسسة. ولفتت إلى أن العدوان السعودي تسبب خلال عام وشهرين في خسائر فادحة للمؤسسة تقدر ب 2 مليار و400 مليون ريال، نتيجة انخفاض إيرادات المؤسسة إلى أكثر من 50%، وبخسائر شهرية تقدر ب 200 مليون ريال. وأشار إلى أن مديونيتها لدى المشتركين والوزارات والمؤسسات الحكومية تتجاوز 8 مليارات و300 مليون ريال، منها 2 مليار ريال مديونية المؤسسات الحكومية. ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة خلال الأسبوعين الماضيين من مايو الجاري 76 مخالفة تجارية. وأوضح تقرير مكتب الصناعة والتجارة أن المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في عدم إشهار الأسعار ونقص في الأوزان وعدم وجود ميزان والبيع بزيادة عن السعر السائد وغيرها. ولفت التقرير إلى أنه تم تحديد المطاعم والمخابز والأفران المناوبة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر بمديريات الحوك والحالي والميناء، وعددها 60 مطعما و68 فرنا ومخبز. ناقش محافظ حج اللواء علي بن علي القيسي مع ممثلي المنظمات العاملة في قطاع المياه اليوم آليات وبرامج تنفيذ مشاريع مياه الريف بعدد من مناطق ومديريات المحافظة من أجل توفير المياه النقية والصالحة للشرب للمواطنين والمجتمعات المحلية بالمحافظة. وأشار محافظ حج إلى أهمية مراعاة وضع محافظة حج ضمن أولويات اعتماد المشاريع الطارئة للمنظمات العاملة في قطاع المياه، كون عدد من مديرياتها ما تزال نائية ومحرومة من هذه المشاريع حسب الإمكانيات المتاحة ووفق الأولويات والاحتياج القائم لمتطلبات التنمية والضروريات للمجتمعات المحلية. صعد الذهب بشكل طفيف اليوم بدعم انخفاض الدولار أمام الين، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1215 دولار و76 سنتا للأوقية، ليرتفع الذهب 15% منذ بداية العام. وفقد الذهب 6% تقريبا في مايو الماضي، وهي أكبر خسارة في 6 أشهر. تزيد أسعار الفائدة الأمريكية الأعلى تكلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر فائدة، كما ارتفع الدولار أيضا مما يجعل الذهب أعلى تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى.